est terminé. Tu dois retourner à la base le plus tôt possible. Mais il reste encore à moi. Tu es incapable de suivre la mission. Et je ne serai pas d'accord que tu sois avec moi à partir d'aujourd'hui. Les circonstances ne sont pas bonnes. Ils ne permettent pas. Je vous en supplie, monsieur le commandant. S'il vous plaît, ne le faites pas. Il y a une semaine. Seulement une semaine. بسم الله عليك يا نادية، بس لو أعرف شو عم يصير لك. غير مرتاحة، شبهها ليش سخنانة؟ الله العليم، بدنها ضعيف، مو لاقيان الحبل. إن شاء الله الله بيعافيها. هلا بيجي أبي بشوف شو صاير معها. يا رب. هون ابن عمي هون. خير. شو مالها نادية؟ ما بعرف. جيت لقيتها سخنانة. تعا شوفها أنت. يلا يا بنات تعوا معي. خير ان شاء الله، لك شو صاير عليكي؟ شو بكي؟ ما بعرف، فجأة دخلت وهيك كأنه تقل علي المرض. لا سلامتك، ألف سلامة ان شاء الله. والله شرشتيني، هي سخونة بتكون، سخونة سخونة بتروح بتروح، ما في مشكلة، بس من بكرة ما نروح على المستشفى خلص تمام. إيه إيه خلص، خلص ما في روح على المستشفى. هي الله يرضى عليك. ما بتتحركي لا تقومي هيك بألف خير وسلامة ان شاء الله. شوكت بدي اقول لك على شيء بعدين. انا خلص بعدين اجلي كل شيء، بس ارتاحي بتحكي على 100 مالك بعدين. ارتاحي يلا ارتاحي ارتاحي. انت شو اكلي انت؟ اكل شيء؟ ما اكل شيء. مشان هيك بدك تقيتي حالك. لك شو بدك تقوي لك؟ ها ضروري هيك مع التفاضي. لا عم تخف الحراره، بس لازم تاكلي. حالك عم تصابي عشاء؟ الله يعطيك العافية. الله يعافي لي اياك. سؤال، الله يرضى عليكي. هي نادية من الصبح غريبة بطنة، بركي تعملي لها هيك شيء زبدية شوربة. لك تقبرني، والله هي ما بدها تاكل، عم بكع فيها، عم تغلبني كثير، ما عم ترضى تاكل. ما عم تاكل بنوب يعني؟ بتاكل شوي، كأنها مو مبسوطة بالقعدة عنا. لك لا، شو بتحكي أنت؟ شو مو مبسوطة؟ بس هي بدها مين يقبلها، والله أنت ما بتقصري، أنت بتعوديها سعاد، والله بتعوديها. طيب على عيني وراسي ابن عمي، هلا بعمل لها زبدية شوربة وبطعميها اياها غصب عنها. يلا يرضى عليكي، ما بتقصري. يلا يرضى عليكي. عصام، انت كل شيء عم تعمليه معي من قلبك؟ شلون يعني؟ ما فهمت عليكي. يعني خوفك علي ومراعاتك الي كلهم من قلبك؟ لكن شو؟ خلصنا بقى نادية، وكلي الله. انت ببيت ابو عصام وسعاد حاميتك. ومثل ما بيقول المثل،
كرمال عين تكرم مرج عيون. احنا هون بالشام حبنا قاتولي. فتحت امك لشوف. يلا كلي مشان ترجع صحتك وعافيتك. يلا فتحت امك لشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. جسمها ضعيف ومو مواتيها الحبل، بس لا تخاف بوران هيك كانت. إن شاء الله بتقوم لك بسلامة. والله ما بعرف شو بدي لك، بس والله أنت أحسن مني لك سعاد. والله أحسن مني، أصيلة وبنت أصول كل عمرك. الله لا يحرمني منك. هي جماعة، أنا صارت معي شغلة بالبيت وحابب لكم إياها. تفضل تفضل. يا جماعة، مثل ما بتعرفوا نحن تربينا على الأخلاق الفاضلة والعادات الحميدة، وتعلمنا أنه نقول كلمة الحق ولو على رقابنا وما نحيد عن طريق الصواب بإذن الله. بس أنا صار لي فترة عم بسمع همز ولمز، مشان هيك قلت لأجمعكم وأحكي لكم كل اللي صار. بيوم من الأيام ابني صافر فايت على البيت، والله يهديه فات بدون ما يستأذن وبدون ما يعمل مثل ما تربينا ومثل عوايدنا ويقول يلا أو دستور. وبالصدفة انكشفت عليه البنت اللي بتشتغل عندنا، وربي شهيد إني بعاملها مثل بنتي وأعز. فصار لزاما علي إني جوزه إياها. أنا بعرف إنه الشغلة اللي صارت شغلة بسيطة ومو كتير كبيرة، بس أنا بدي أعمل هيك مشان ما يفسد الجيل ويفسد الجيل اللي بعده ويضيع اللي تربينا عليه وتضيع أخلاقنا وعوايدنا. بس يشهد علي ربي لو ظافر مقرب على البنت أو ناكشة بهيك لأشخطه على البلوعة وأحسب الله ما خلق. الله يبارك فيك يا أبو ظافر، الله يبارك فيك ويصلك. تسلموا، الله محييكم. أنا صعيد لما طلعت من الحارة طلعت فقير، وأبي الله يرحمه كان يشتغل عند أبوه لأبو حاتم صبي قوي، بس كان مشد له بأخلاقه، وكباريت الحارة بيعرفوا هالشي وبيأكدوا. إيه والله، وأنا بشهد على هذا الشيء. مشان هيك معيدكم بدنا نروح كلنا جاها لنخطب هالبنت لأبني صافي، لأني أنا بكبر فيكم يا جماعة. وبالواجهة لعيونك أصيل ابن أصول. عداك العيب يا أبو صافي، طول عمرك رجال. الله يديمكم. شو شيخي، تكلنا على الله. إن شاء الله اليوم بالليل منروح منقوم الواجب. الله يكبر واجبكم وخلينا إياكم، وبرجع بلكم إياها أنا بكبر فيكم. الله يزيل الخير لهالأبو ظافر، يا هيك إنسان خير يا بلا. بيعطف على خدامي عنده بيوم جوزها لابنه. ما شاء الله ما شاء الله. الله يجزيه حسن على الشيء اللي عمله. لا بلو. ودبع 10 خواريف ووزعهم على روح الزعيم ابراهيم انانو. لا لك والله هالزلمه ما في منه. وهي عم اقول لكم يا جماعه الخير، اذا ابو عصام ضل يماطل وما يستلم الزعامه، فابو ظافر خير من يستلم زعامه الحاره. وحاجتنا بقى. والله الحق معك اخي ابو قاسم. اخي لا تستعجلوا، هاي الشغله شغله زعامه، خلينا نحكي مع ابو عصام بالاول وبعدين منبت بالامر. ما بيسمع عليك، خليكي جوا مرتاحة. خلاص اختنقت من القعدة جوا، شفت حالي هيك أحسن، قلت بطلع بشم شوية هوا. شو؟ كأنه ما في حدا بالبيت؟ إيه، أهلي كلهم راحوا يحضروا جاهد ظافر، ابنه لأبو ظافر. ليكي، شو رأيك أعمل لك كاسة عصير تصحصحي بدنك وتروقي دمك؟ يا ريت والله. ابن عيوني.
هيه. 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 هيه.